رأيكم في قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا إيطاليانو كل لارا؟ النهاردة مع بعض هناخد الدرس الثامن، وهو درس شهور السنة أو إيميزي دلانو. طبعا شهور السنة ما اختلفتش كتير عن إحنا عارفينها، يعني الوقت تقريبا شبه الوقت في الإنجليزي وفي العربي وفي الأسباني. نشوف كده مع بعض: جنايو جنايو يناير، فبرايو فبرايو فبراير، مارسو مارسو مارس، أبريلي أبريلي أبريلي، مايو مايو مايو، يونيو يونيو يونيو، لوليو لوليو شهر يوليو، أغسطو أغسطو أغسطس، settembre settembre september, ottobre ottobre october, novembre novembre november, dicembre dicembre december. تمام كده، ده كان درس النهارده. ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى معانا درس جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. تشاو.